فرح محطتنا الأولى لليوم رح تكون مع الإبداع السوري اللي ترك بصمته بمختلف المجالات. اليوم رح نسلط الضوء على إحدى الفرق التطوعية، هي فريق سلام التنموي مع الدكتور علي نصر عبد الله مؤسس فريق سلام التنموي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور وأهلا أهلا وسهلا وسهلا، فيكم. يسعد صباحك عن جديد، أهلا وسهلا فيك. بالبداية قبل ما نفوت بالتفاصيل العمل أكثر، بدنا نعرف لمحة عن فريق سلام التنموي. فريق سلام التنموي هو منظمة شبابية تعتمد على الكوادر الشبابية المؤمنة بالعمل التطوعي التنموي، واللي بيهدف نحن كفريق لبناء عملية التنمية المجتمعية ضمن المجتمع، واللي بتعتمد مثل ما قلت على كوادر الشباب اللي هي إحدى يعني الجهات المشاركة الفاعلة اللي لازم يكون لها دور حقيقي ضمن عملية بناء السلام. نعم. طب خلينا نحكي عن أبرز الأنشطة اللي قمت فيها، وبأي فترة تأسس الفريق؟ هل هو جديد أو هو لا من بداية الأزمة مثل باقي الفرق اللي طلعت من رحم الأزمة؟ فريق سلام التنموي تأسس من حوالي 5 سنين كفريق علمي موجود ضمن كلية الطب البشري. توسعت المجالات الموجودة ضمن الفريق لحتى يشمل مجالات أخرى، وتوسعت الرؤى والأهداف. لو وصلنا اليوم للفريق كمنظمة شبابية إلى أكثر من هدف، والرؤية الواضحة لها هي عملية التنمية المجتمعية ضمن فرق موجودة لنا اللي هي الفرق الهندسية، الفرق الطبية، بالإضافة للفريق المجتمعي اللي الهدف الأساسي هو استهداف كل فئات المجتمع ضمن عملية التنمية. من النشاطات اللي نحن عملناها اللي بنعتبرها هي نقلة نوعية هو تأسيس مركز سلام التنموي ضمن منطقة المزي 86 اللي هي إحدى المناطق اللي بحاجة أو فقيرة بالعمل المجتمعي وهي بأشد الحاجة له، بالإضافة للعديد من المجالات اللي نحن اشتغلنا عليها بمبادرات ومشاريع وبرامج بشكل مختلف على كافة الأصعدة. خلينا نعرف أكثر أهداف الفريق، وأيضا نوهت أنه في عدة طرق لتنفيذ هي الأهداف، إن كان بلشتوا فيها من 5 سنين وإن كان أهداف وطرق جديدة عم تتناسب مع كل مرحلة. كيف كانت هي الأهداف وطرق تحقيقها؟ دائما الأهداف بتتوسع مع توسع الرؤى اللي بتصير عند الأشخاص ومع يعني توسع الفريق بشكل عام، وحتى يمكن مع الواقع يلي عايشين فيه كيف عم يتغير. طبعا أكيد بتأثر، يعني مثلا الأحداث اللي عم تمر نحن اليوم بسوريا بتأثر بشكل كتير كبير. الأهداف اللي فينا نقول اليوم أنه نحن بنعتمد بفريق سلام التنموي على برنامجين أساسيين اللي هي مشاركة فئات المجتمع كاملة بعمليتين، اللي هي أول شيء برنامج بناء السلام بالإضافة لبرنامج اللاعنف اللي نحن بنعتمده بشكل أساسي. نحن عندنا في برامج كتير مختلفة نحن بنعتمدها، فاليوم نحن بنتعامل مع فئات المجتمع من أطفال ليافعين لشباب لسيدات حتى مسنين ضمن برامج مختلفة. هي البرامج تنبع من الحاجات الموجودة ضمن هذا المجتمع. فينا نذكر مثلاً أنه نحن في هدف أساسي اللي هو رفع وتمكين قدرات الشباب، واللي نحن مثل ما قلنا بنعتمد على الكوادر الشبابية اللي بتساهم بعملية التنمية المجتمعية لباقي فئات المجتمع. فاليوم هي الكوادر الشبابية تبني وتنمي الفئات الثانية مثلا مثل الأطفال واليافعين ببرامج اللي هي برامج القيم، برامج السلوك اللاعنفي، برامج بناء الشخصية وغيرها من البرامج الأخرى. حصلت على المركز الثالث على مستوى العالم ضمن المسابقة العالمية اللي عم تقيمها الجمعية الطبية الإسلامية بأمريكا الشمالية بمقالة عن موضوع عن الخيوط الجراحية. خلينا نحكي شوي عنها أكثر. مجال البحث العلمي هو مجال اهتميت فيه من ايام يعني السنه الثالثه والرابعه ضمن الجامعه، بالبدء بعمليه ترجمه المقالات البحثيه العلميه بالاضافه لترجمه المراجع. توسع المجال لحتى اخضع لمجموعه من التدريبات يلي لها علاقه بمبادئ البحث العلمي اللي عم تقدمها جامعات عالميه. بعد هذا المجال شفت انا المسابقه العالميه الموجوده بامريكا الشماليه، فحبيت شارك ضمن هي المسابقه كخطوة أو كتجربة لتطبيق عملي لشيء نظري اللي أخذته أنا ضمن المبادئ البحث العلمي أو غيرها، وضمن الخبرة أو الذخيرة العلمية اللي حصلت عليها أنا ضمن المجالات العلمية اللي أنا قرأتها وترجمتها. فكانت هي المسابقة هي خطوة أولى بعتبرها أنا ضمن هذا المجال. حصلت على المركز الثالث على مستوى العالم. كانت المقالة البحثية العلمية هي عن موضوع مساهمة العلماء المسلمين بمجال أو تاريخ الطب، فكان العالم أبو القاسم الزهراوي هو أحد الآباء المؤسسين للجراحة الحديثة. اخترت أنا أحد الاختراعات اللي اخترعها واللي هي الخيوط الجراحية القابلة للامتصاص، وتحدثت عنها وأثبتت دور العالم أبو القاسم الزهراوي
في إثبات اكتشاف الخيوط الجراحية ضمن التجارب اللي هو عملها سابقا قبل 900 عام من العالم أو الطبيب ليستر يلي بيدعي الغرب أنه هو الطبيب يلي اكتشف هاي الخيوط الجراحية. نعم. كمان خلينا نعرف أكثر يعني اليوم تفاصيل هي المقالة قد ايه فعلا بتثبت إن كان جدارة الطبيب السوري وإن كان قدرته على التنافس مع الأطباء من مختلف أنحاء العالم. المركز الثالث أبدا ما أنا كلمة سهلة اليوم عم نحكي عنها، فخبرنا كيف كانت المنافسة، خبرنا كيف كانت الأصداء أيضا. كانت المنافسة هي عبارة عن مسابقة، يعني ما كتير شفنا المنافسة يعني بين نحن الأشخاص لأنه أشخاص بعيدين عن بعض وعلى مستوى العالم، فالمشاركين هنن يعني محتمل يكونوا بعيدين، نحن ما عم نشوفهم بشكل واقعي. كانت المنافسة الحقيقية هي بين الشخص وذاته. اليوم أنا يعني إذا فيني أحكي عن منافسة فهي منافسة حقيقية أنه كيف نحن فينا نفوز. اليوم الطبيب السوري هو طبيب متميز على مستوى العالم وهذا اللي عم نشوفه نحن بشكل دائم. نعم. بالأخبار وبالأحداث وحتى بالعمليات أو شيء اللي عم نسمعه بالأخبار عن الأطباء السوريين على مستوى العالم. لما سمعت عن المسابقة خبرت الطبيب الجراح الاستشاري الدكتور محمد بشار عزات عن المسابقة، فأنا كان حابب أن أشارك فيها كتجربة، فلما خبرته هيك خبرني أنه إحنا إذا بدنا نشارك بدنا نفوز، فكان هذا هو التحدي يلي نحن دخلنا بيننا وبين أنفسنا لحتى يكون هو دافع حقيقي للفوز بهي المسابقة. وكانت الأصداء كتير حلوة ويلي بتشكر العالم جميعاً عروني فيها وللدعاء يلي كان بشكل دائم مرافق لإلي. طب خبرنا شو هذا الشيء ما شجعك حتى أنك تشارك دائماً بهيك مسابقات، يعني أنه دائماً يكون في قصص توصل صورة الطبيب السوري الصحيحة كمان لكل العالم؟ طبعاً بشكل أكيد. اليوم الفوز بالمركز الثالث هو دافع حقيقي، إنجاز ودافع حقيقي لحتى يسعى الشخص ليشارك بمسابقات أخرى، ودافع لحتى يحصل على مراتب أعلى، مرتبة الأولى بأي مجال هو داخل فيه، بالإضافة إنه التكريم اللي حصلت عليه من عمادة كلية الطب البشري أيضا هو دافع ممكن بتساعدك المجال. دكتور حتى بالورشات العملية أو الندوات اللي عم تقام من قبل وزارة الصحة أو نقابة الأطباء لتبادل الخبرات بين الأطباء، كل حدا عنده شيء جديد أو موضوع حابب يركز عليه فممكن تفيدهم بالبحث اللي قمت فيه. البحث العلمي بشكل عام هو وسيلة لتعزيز المعرفة والعلم عند الطبيب، وهو يلي بيخليه للطبيب بشكل دائم على ملاصقة مع أحدث العلوم الموجودة والمنشورة، ودائما البحث العلمي يلي بيقوم فيه الطبيب لأثبات شيء أو لكتابة عن شيء معين هو عملية رحلة يمكن فينا احنا نسميها بين الكتب والمراجع البحثية العلمية لحتى يكون هذا الطبيب هو عم يزيد الذخيرة العلمية الموجودة عنده وعم يكبرها لحتى يكون قادر هو لحتى يكون طبيب ناجح بالمستقبل، قادر يحقق بهذا العلم اللي هو عم يجمعه أو عم يحصل عليه بهي الذخيرة العلمية الكبيرة اللي عم تزداد عنده مجالات أوسع وإبداعات أكثر بالمجال اللي هو ماشي فيه. نعم. يعني دكتور هذا الإنجاز والبحث العلمي اللي قمت فيه أكيد انعكاساته أيضا على الفريق التطوعي اللي حضرتك مؤسس له، كيف انعكس هذا الشيء وكيف أنت شفت أنه ممكن تقدر تفيد هذا الفريق سواء من دراستك الطبية العلمية وسواء من هذا الإنجاز اللي قدرت تحققه؟ بينعكس بشكل إيجابي كدافع لفئة الشباب أنه نحن فئة قادرة على الإبداع، فئة قادرة على الإنجاز، أنه نحن فئة فاعلة ولازم نشارك بكل مجالات الحياة. وهون دورنا نحن كفريق أنه نحن عملنا خطوة هي مسبقة سابقا واليوم نحن فينا نعززها اللي هي بالفريق الطبي اللي هو تأسيس مثل المجال اللي هو مجال البحث العلمي اللي قادر نساعد فيه الأشخاص على معرفة مبادئ البحث العلمي والاطلاع على أحدث العلوم، بالإضافة لحتى ندفعهم يشاركوا بهيك مسابقات موجودة بشكل دائم. طب خبرنا عن النشاطات الحالية اللي عم تخططوا لها كفريق سلام. مثلا اليوم بعد ساعتين نحن رح نكون موجودين بدار المسنين. دار المسنين هو نحن نشاط فعالية أو مبادرة نحن بشكل دائم نقوم فيها بشكل شهري اسمه مبادرة كمشة حب، منزور فيها دار المسنين اللي صار فيها نحن علاقة مع المسنين بشكل دائم، منزورهم منحكي معهم منشاركهم أحيانا الأكل نتساير معهم، بالإضافة لمجموعة من النشاطات. اليوم نشاطات مركز سلام هي نشاطات مستمرة بنوادي للأطفال واليافعين، اليوم نادي الأطفال عم نمشي ببرنامج حقوق الطفل، بالإضافة لنادي اليافعين اللي نحن عم نمشي فيه ببرنامج السلوك والقيم،
وغيرها من النشاطات. بالإضافة اليوم نحن في فترة شباب، فاليوم فترة فحوصات، فبعيدين شوي عن فترة الشباب لحتى بس هيك يخلص الفحوصات ونبدأ فيها، اللي هي مجموعة من الورشات والنشاطات إلى علاقة بتعزيز وتمكين قدرات الشباب السوري بشكل فاعل. إذا بدنا نحكي أكثر عن فريق سلام التنموي، خلينا نحكي اليوم عن كل شخص يمكن له قدراته وله دراسته الخاصة فيه اللي بتختلف عن الثاني، مجموع هي القدرات بتشكل الفريق الناجح، كيف قدرت فعلا توظف كل شخص بمكانه الصحيح لحتى تقدر تواكب هي التطورات اللي عم بتصير ويكون في إنجاز فعلي لهذا الفريق؟ هذا التنوع هو اللي بيخلق الحالة الإيجابية السليمة ضمن المجتمع، وهو اللي نحن فينا نقول إنه بتجتمع الخبرات والإمكانيات والقدرات لحتى نتساعد كلياتنا لحتى نعمل شيء إيجابي فاعل ضمن المجتمع. وهذا الشيء فينا نحكي إنه التنوع قادر يخلق شيء إيجابي أكثر بشكل كتير كبير. اليوم التوظيف الحقيقي لقدرات الشباب وفعاليتهم هو حسب اهتمامات الأشخاص. اليوم بالفريق التطوعي هي قدرات وفعاليات وإمكانيات قادر يعزز الشخص عنده، وبالمقابل في أشخاص بيكونوا أحياناً هنن خبرة أو في فعالية بمجال معين، فهنن قادرين يوظفوا هاي الشغلات ضمن الفريق ويخدموا الفريق فيها. طيب خبرنا في شيء على الصعيد الشخصي عم تحضر له أو بتحب توجه كلمة أخيرة بختام لقائنا لفريق سلام التنموي اللي عم يشتغل معك؟ على الصعيد الشخصي رح بلش اختصاص أنا جراحة، هو الاختصاص اللي أنا كتير بحبه. وعلى صعيد الشكر أنا حابب وجه الشكر أولاً للدكتور محمد بشار عزت يلي كان المعلم الحقيقي لإلي وكان سند ضمن مجال البحث العلمي، بالإضافة لعمادة كلية الطب البشري. بدي أشكر أهلي يلي كانوا معي كمان بشكل دائم واثقين ومؤمنين فيني وبأي نجاح أنا قادر كون فيه من أيام التاسع للبكالوريا للجامعة للوقت الحالي. بالإضافة أنه أنا حابب أشكر العالم يلي غمروني بلطفهم وبمحبتهم، للإعلام يلي ضوى على المسابقة البحثية والمركز الثالث إن أنا حصلت عليه على مستوى العالم. بالإضافة أنه حابب أوجه أولاً وآخراً شكر للوطن الغالي يلي نحن مهما قدمنا له بيكون قليل. أكيد يعني كمان نحن بدورنا بدنا نشكرك وبدنا نتمنى لك كل التوفيق سواء على الصعيد الشخصي وإنجازاتك الطبية وأيضا العملية بمستوى أيضا الجراحة، ولفريق أيضا سلام التنموي بدنا نوجه له كل التحية، ودائما ناطرين منكم كل شيء جديد. شكرا كثير لكم وإن شاء الله يا رب. شكرا لوجودك معنا وبالتوفيق لفريق سلام التنموي ولمشاريع كمان مشاريعك الخاصة خلينا نقول. شكرا لوجودك معنا.